يعني حضرتك بتكتب ككاتب، هل في حدود فاصلة بين الكاتب اللي هو يعني بيستخدم عقله والمؤرخ الذي لابد أن يستخدم يعني حقائق تاريخية؟ ما هو الكاتب برضو يعني أنا لما أكتب مسلسل لازم ألتزم بالحقائق الثابتة، لأنه في أشياء ثابتة وفي أشياء غير ثابتة. الأشياء الثابتة هلتزم بها، لكن في مناطق مختلف عليها وفي مناطق مسكوت عنها. مسكوت عنها؟ يعني مثلا لما نيجي نتكلم على قاسم أمين، أي في مناطق ما يعني مثلا أمه كان اسمها إيه؟ ما نعرفش. طيب مدام ما قالوش إن أمه اسمها إيه في كتب التاريخ، يبقى أنا من حقي إن أنا أسمي أمه أي اسم. فدي ده مسكوت عنه، لكن في مناطق مؤكدة أنا هلتزم بالمؤكد ده. في مناطق تانية بقى خلافية، الحدث الفلاني حصل سنة كام، هو مين اللي عمله وهكذا. ففي المناطق دي أنا يعني بيبقى عندي حرية إن أنا أخد الحاجة اللي تتفق مع وجهة نظري. أيوه. مدام واردة في التاريخ، مع العلم إنه برضو لازم وأنا أثناء قرايتي للتاريخ أبقى قراية ناقدة، ما تبقاش قراية مستسلمة. يعني بتقدم وجهة نظر من خلال. أيوة بالظبط كده. وبالتالي كتابة التاريخ دراميا معناه إنه في تاريخ زائد في رؤية للكاتب أنا عايز أقول إيه، زائد مقتضيات الدراما. فالحاجات دي التلات حاجات دول بيتضافروا مع بعض عشان يقدموا مسلسل تاريخي أو عمل تاريخي. أيوة. الأعمال التاريخية في مصر عن تاريخنا نسبيا قليلة، لماذا؟ طبعا جدا. يعني أنا فاكر أنه أنا آخر مسلسل كتبت آخر مسلسل تاريخي سنة 2012 اللي هو مسلسل إمام الغزالي، وبعد كده التلفزيون المصري ما قدمش مسلسلات تاريخية لحد سنة 23، يعني 11 سنة من التوقف. على أي حال كويس أن هم رجعوا عادوا تاني، لكن طبعا لما نيجي نقول قليل، ده مش قليل بس ده كان منعدم. لكن كويس 23 قدموا الإمام الشافعي، 24 قدموا الحشاشين، كويس يعني بدأت العجلة تدور. تأثير هذه المسلسلات التاريخية إيه على عموم الناس، على النشأ؟ المسلسلات التاريخية هي التي تثير حالة من المناقشة والجدال وتدفع الناس للقراءة. يعني هناخد أخيرا مسلسل الحشاشين. أيوه. أثار جدل قد إيه؟ أثار مناقشات قد إيه؟ قد إيه ناس قروا علشان يفهموا اللي بيحصل ده؟ وهو موضوع غير مصري. طيب لو نفتكر برضو مع بعض مسلسل أم كلثوم، أيوه، مسلسل الملك فاروق، دي مسلسلات يعني عملت يعني حركت الدنيا، خلت الناس تتناقش وتكتب وتقرأ. يعني أنا فاكر لما عملت قاسم أمين كنت أقدم فيه شخصية من الشخصيات اللي الناس ما كانتش تعرف عنها حاجه، اللي هي شخصيه الخديوي عباس حلمي الثاني. عباس حلمي الثاني له كتاب، عامل كتاب مذكرات، الكتاب ده اتباع على حس الشخصيه اللي انا قدمتها في مسلسل قاسم امين. الناس عايزه تعرف مين الخديوي ده اللي بيبعت مصطفى كامل على نفقته الخاصه عشان يتعلم في اوروبا ويخليه يعني يعيش بره عشان يتكلم باسم القضيه المصريه وكذا. فالناس المسلسل التاريخي بيعمل حالة من النقاش والحراك في المجتمع، الحراك الثقافي والعلمي، ما لا تحدث عادة في المسلسلات العادية. أيوه. خصوصا التاريخ الحديث لأنه قريب السيرة من الناس.